أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وهداية ورحمة اللهم اجعله قائدا إلى الجنة اللهم اجعله قائدا إلى الجنة اللهم اجعله قائدا إلى الجنة اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا مجالس القرآن ولا صحبة أهل القرآن اللهم حفظ أولادنا وعمر به بيوتنا واشرح به صدورنا وأصلح به أحوالنا اللهم انفعنا بما صرفت به فيه من الآيات وهون علينا به السكرات واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم ارزقنا أخلاق القرآن وأدب القرآن وحب القرآن اللهم عمر بيوتنا بالقرآن اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها واحفظ عليها سعادتها واحفظ عليها أهلها اللهم أنعم عليها بالرخاء
والأمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وأكرم إخواننا الحضور وجزهم عنا خير الجزاء. اللهم كما جمعتنا على هذا الحب وهذا الإخاء اجمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. أمين أمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.